السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الأخبار؟ معكم ياسمين من قناة تاروت ياسمين أم مسك. هذا الفيديو بحسب طلب البعض منكم أو الأغلبية منكم، يعني قالوا لي ياسمين أنت ليش تحكي على المنفصلين؟ يعني لابد أنه يكون عندنا حظ إحنا كذلك في القراءات العامة من ناحية المطلقات المنفصلات، يعني المطلقات بالأخص مو المنفصلين، لا هاي قراءة خاصة بالمطلقات وقراءة خاصة بالعازبات اللي ما عندها أحد. الآن ما عندك أحد، يعني داخلة على أساس أنت ما عندك أحد، نشوف ما هو القادم في طريقك، هل في علاقة ومتى هاي العلاقة، وهل راح يكون عندك شيء جديد في حياتك ومتى، ومواصفات شريكك المستقبلية، وإلى يعني وين راح تلتقي فيه. كل ما عليك فقط هو أن تختاري ما بين القراءة رقم واحد وهي الشوكولاتة الأحمر، والقراءة الثانية هي القراءة الخضراء. وبالنسبة لبقية هذه الكروت تاروت مارسيليا فسوف تكون مثل ما نقول إحنا يعني نصائح عامة لك، وأشياء إضافية يمكن أن نراها في هذه الكروت ونكتشفها معكم بحول الله. سوف أبدأ بالقراءة رقم واحد وثم الرقم الثاني. كل ما عليك فقط إنك تختاري لون تضمرين عليه، تقولين أنا فلانة بنت فلانة ضمرت على حالي وأحوالي وكل اللي في بالي، وإن شاء الله خير يا رب. الله يسعدكم، الله ييسر أموركم. واللي أول مرة تشاهد هذا الفيديو لا تنسي طبعا في نهاية الفيديو لما تسمع القراءة وتعجبك لا تنسي إنك تضغطي على زر الاشتراك ليصلك كل جديد، وإن شاء الله راح ينزل قراءة العشرون التي وعدتكم بها، لأنني لم أستطع أن أقوم بهاي القراءة. يعني أنا طبعا سويت لكم ما شاء الله 30 قراءة مجانية، لكنني يعني الجهد ضاع علي، يعني ما قدرت أنه أكمل، فإن شاء الله خير. طيب أنتقل إلى أو أبدأ بالسحب الأول وهي الشوكولاتة الحمراء. مثلا سوف نبدأ بهاي القراءة الأولى، القراءة الحمراء، وسوف نعرف هاي هي طبعا نصائح الكروت هنا، وسوف نبدأ بالقراءة ونشوف حالك وأحوالك وكل اللي في بالك، وإن شاء الله خير. أنا شايفة إنك مشوشة الطاقات متسرعة، خلينا نشوف. يعني لكل من اختارت هاي القراءة سبق لك الانفصال، يعني مطلقة الأغلب، كل من اختارت هاي القراءة أنت مرأة مطلقة، لأنه هنا ورقة الزواج والطلاق، لكن عندك ورقة زواج ثانية، يعني هذه الورقة الزواج مرة ثانية راح يكون عندك ورقة زواج بحول الله. أنت تعبتي جدا، أنا شايفة أنك تعبانة جدا من علاقتك، عانيتي الأمرين، يعني شوفي كيف عانيتي من العلاقة الثلاثية. أنت إنسانة أتعبتك جدا العلاقة الثلاثية، يعني ربما أنت رضيتي على حالك أنك تكوني زوجة ثانية، أو أنه هذا الزوج أصلا راح وتزوج عليكي مرأة ثانية، أو أنت يعني اكتشفتي خيانة هذا الرجل لك، فبالتالي أصبحت يعني فقدت الثقة تماما. وفي نفس الوقت ألومك على شغلة لابد أنه أحكيك عليها. أنت شوي متسرعة اندفاعية، يعني من لما رحتي تزوجتي بهذا الرجل أو ارتبطتي يعني بهذا الرجل، تقدر حتى هي القراءة خاصة في الناس اللي سوت شيء علني، يعني أمام الملأ سوت خطوبة علنية ثم تكنسلت الخطوبة. حبيت أحكي لكم شغلة، انه انتي متسرعه، لابد انه احكيكي، يعني الومك، انا مثل اختك ولابد انه الومك على هذا الشيء. انتي انسانه تسرعتي في اختيارك، ربما طلعتي من ضغط عائلي، ربما في ضغوطات عائليه خلتك انك تطلعي من هاي يعني الضغط العائلي، فرحتي هكذا تزوجتي، شفتي هذا الرجل في طريقك فتزوجتي، او ربما انك مرأة ثلاثينيه او في اواخر العشرينات فتسرعتي وقلتي يعني ليش انا لساتني ما تزوجت، فاول ما اجى هذا الشخص في طريقك رحتي وتزوجتي. يعني انت تسرعتي جدا في اختيارك لهذا الرجل، تقريبا لم يكن الحب، انا مو شايفة انه حبك، يعني لأكون صريحة معك، مو شايفة انك تزوجتي هذا الرجل عن حب، يعني اغلب لكل ما اختارت هاي القراءة مو شايفة انها عن حب، عن تسرع. ربما حتى انتقمتي من رجل تحبيه، لانه شايفه انه هذا الرجل، شوفوا يعني القلب الاسود هنا، يعني مو عن حب، انت هنا تحبين رجل ثاني، تقريبا انتقمتي، يا اما انت انتقمتي من حالك فرحتي تزوجتي هذا الرجل مكرهه،
او انه اهلك رافضين زواجك من رجل تحبيه، فرحت تزوجتي عن مع رجل لا تحبيه. شايفه انه في تسرع، وفي نفس الوقت انت تعلمين جيدا انك اخطأتي في الاختيار. هذا الرجل اما علاقه تقليديه، تقدر تكون انه حتى تزوجتي عن من خلال علاقه تقليديه. في شوفوا، هاي قراءه قابله للكثير من التاويلات، انا شايفه فيها كثير اشياء. فربما حتى كما شرحنا ضغط عائلي، عائلتك لا يريدون انهم يزوجوك هذا الرجل اللي انت تحبيه، فرحت تزوجتي رجل قريبك او من اختيار عائلتك. في كل الاحوال شايفه انك مغصوبه على نفسك، رحتي وتزوجتي هذا الرجل بدون ارادتك صراحه، يعني مو بارادتك تزوجتي. لكن احنا شو ضمرنا على اساس عنوان هذا الفيديو، راح يكون اي شيء مستقبلي، احنا ولا يهمنا في الشخص اللي يعني اي شوفوا اي انسان يمر بتجارب عاطفيه، تجارب فاشله، تجارب وبالعكس التجارب الفاشله هي اللي تقويك وتصنع لك من الضعف قوه، التجارب الناجحه يعني نادر جدا ما تكون تجربه ناجحه، دائما التجارب الناجحه قبلها مستحيل الا وكنت مريتي بتجربه او تجارب، مو تجربه فقط، تجارب فاشله. الانسان دائما يخطئ 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 ولكن بالاخير يصب، هذا هو الصح. انت تقريبا هنا طلقتي من هذا الرجل ورحتي عشان ترجعي لماضيكي، ماضيكي انا احكي لك عن الشخص اللي انت عم تحبيه. لكن خلينا نشوف يعني مواصفات شريكك المستقبلية. طبعا احنا بقطع النظر عن الحكي في الماضي، الماضي خلاص ننساه ونتركه ورانا ونتعلم منه، بس انا شايفة انك متعلقة في ماضي، مو ماضيكي مع زوجك او مع حبيبك او لا، هذا ماضيكي مع شخص انت كنت تحبيه وعلى علاقة معاه، ربما كنت حتى متزوجة وكنت على علاقة مع هذا الرجل بالسر صراحة. نعم شوف يعني شايفة انه في حب ما بينك وبينه، يجمعكم الحب، يجمعك انت وهذا الرجل الحب، قراءة ستة قلوب تعني الحب. ربما حتى هذا الرجل كان صادق معك في لحظات ما من شان موضوع الزواج، لكنه راح لانه لا يستطيع انه يتزوجك. اما بالنسبه لطليقك فانا شايفه انه انسان بصراحه يعني بارد، عصبي، غير مهتم، انسان غامض ولا يريد انك تتدخلي في خصوصياته، حتى لو مع الاسف انت زوجته ولكن لا يريدك ان تتدخلي في اموره. حتى شحيح يعني بخيل، ربما حتى لا يعطيك فلوس او ما يفرجيك انه انت انه هو ميسور الحال، دائما ما عنده ما يعطيك، يعني انسان شوي هيك شحيح يعني، عرفتوا كيف، بخيل بالاصح. كما انه شايفه انه عم يخونك، يعني ربما اكتشفتي خيانات منه، يعني بالإضافة إلى أنك ما تحبيه إلا وبالإضافة إلى ذلك عم شايفة أنه يوجد خيانة، يوجد علاقة ثلاثية. رضيتي على حالك أنك تكوني في علاقة، ما أدري يعني شو بالضبط لأنه هاي قراءة عامة ما أقدر أحدد لك، بس أنا شايفة أنك أنت أو ربما أنت أصلا أنت في علاقة ثلاثية، يعني تعلمين أن زوجك عم يلعب وأنت كذلك في علاقة ثلاثية مع هذا الرجل اللي انت عم تحبيه وعلى تواصل معاه وما تزوجتي لانه في ظرف خلاكم ما تتزوجوا، ويوجد عارض، اما عارض الاهل او انه في فوارق او في شيء يمنعكم من الزواج. على العموم هذا نصيبك، انت وتزوجتي رجل ما تحبيه ورضيتي به بس مع الاسف لا يستحقك. بس خلينا نشوف احنا كيف الامور. وتقريبا انت مطلقة وعندك اطفال، انا شايفة انه انت مطلقة وعندك اطفال، شايفة انه عندك ولد تحبيه وبنتين، بس خلينا ما يعني لانه هي قراءة عامة مو قراءة خاصة، لكن شايفة انك انت تعبتي جدا، ما وصلتي طلقتي الا ما تعبتي. او ربما البعض منكم يريد ان ياخذ قرار الانفصال وانه يرجع للحبيب الاول اللي عم يحبه، يعني في كل الاحوال انا شايفة انه في قرار انت عاوزة تاخذيه. هاي قراءة طبعا خاصة للمطلقات، اغلبها انتم مطلقات هنا لانه شايفه في اطفال وشايفه في عقد زواج ويعني وامور زواج وزواج ثاني وطلاق. يعني على العموم انا شايفه انك راح تاخذين قرار الطلاق، وشايفه انك راح تكوني سيده نفسك وسيده قرارك. شايفه انه هاي المره مش راح تستمعي الى كلام اهلك، كانك تقولي ستوب، انا عاوزه اعيش حياتي، يلا خلاص انا مشيت بقراركم الحين، خلاص انا الان ابي امشي كل اموري على كيفي، انا رضيت بقراراتكم ورضيت بكلامكم ولكن ما في منه ولا فايده. فانا شايفه انك راح تسوي اشياء يعني قرارات مصيريه، راح تاخذين قرارات مصيريه وراح تتزوجي على كيفك. خلينا نشوف
يعني ما هو القادم في طريقك يا حواء بنت حواء؟ نعم القرار، شوفي هاي ورقة طلاق وهاي ورقة زواج، وراح تتزوجي شخص عم تحبيه، في شخص وعدك وتقريبا هذا هو الحبيب اللي كنتي عم تحبيه بالأول، بس ما حالفكم الحظ والنصيب انكم تتزوجوا. راح اذا مو انتم يعني على تواصل الان راح يرجع تواصل، بس على الاغلب فيكم انكم في علاقة ثلاثية ومع هذا الرجل الان، رجعتي الى حبيبك الاول، يعني وما الحب الا للحبيب الاول، عرفتوا كيف؟ فانا شايفة انكم رجعتوا لهذا الحبيب، وشايفة انه صاير بينكم اشياء حلوة. يعني انا لا احلل المسائل، ولكن انا شايفة يعني يحيى الحب، اوكي يحيى يحيى الحب، شايفة انه في علاقات ما بينكم، حتى انك بصراحة يعني انت تعرضتي للخيانة، وفي نفس الوقت انت عرضتي زوجك الاول الى الخيانة، يعني انتم الاثنين ما في احساس ما في مشاعر، ما ادري كيف صار بينكم اطفال، يعني لانه ما في حب، ظلمتوهم شوية. انا لازم احكي لكم يعني في اشياء عشان تصحوا على الواقع، لكنك من حقك انك تفكري في نفسك، هاي الطاقة تقول لك انك من حقك انك تفكري في نفسك. يحيى الحب هنا، يعني كأنك هنا تقولين فكري في قلبك وفكري في نفسك. هنا ورقة الزواج مرة اخرى، يعني راح تتزوجي، انا شايفة سنة 2020 بالنسبة لهاي المطلقة، شايفة سنة 2020 هي سنة الزواج والارتباط، ومواصفات شريكك المستقبلية أصلا مبينة، يعني لأنه هو أصلا معاكي، وإذا مو معاكي الآن راح يرجع يتواصل معاكي شخص. أنت عانيتي كثير بصراحة، يعني الحب اللي صار ما بينك وما بين هذا الرجل صعب جدا، يعني شوفي كيف دارت الأيام ودارت السنين، ورجع لك هذا الرجل من الماضي ويفتح لك أبواب قلبه الموصدة ويقول لك أنني أنا اشتقت لك وأريدك، ويلا طلقي. في البعض منكم يقول لك طلقي من زوجك وراح يتزوجك، ويوجد الكثير منكم من طلقت وعلى تواصل مع هذا الرجل، لانه خلص يعني يا سبحان الله ما تقدري انك تشعرين مع رجل ما تحبيه. يعني زوجك اوكي جبتي منه اطفال او ما جبتي منه اطفال، كان زوجك ولكن ما كان في مشاعر، عرفتوا؟ فما في منه فايدة انك تكوني مع رجل ما تحبيه، يعني سبحان الله. لكن وين المشكلة؟ المجتمعات احنا ما ترحم، يعني نظرة المجتمع للمطلقة ما ترحم. انا بالنسبة لي ما عندي اي مشكلة، انا شايفة انه بالعكس المرأة الشجاعة هي التي تأخذ قرار الانفصال على انها تعيش بدون حب. يعني المرأة في حاجة للحب، المرأة في حاجة الى سند. إذا أنت تشوفي إنه الآن زوجك، يعني يكون زوجك أمام الملأ وأمام الناس وأمام رب العالمين، وما يكون سندك أمامك وأمام نفسك، وما يكون معك ولا حتى يحسسك بالأمان، ولا حتى يحسسك بالحب، ولا حتى يحسسك بالدفء، فما تحتاجيه. يعني أوكي تصبر عليه سنة اثنين ثلاثة، بس إلى متى؟ أنت تعرفين الزوج يعني شرع محل الأربعة، يروح ويتزوج ويشوف غيرك، بس أنت وينك أنت؟ وينك أنت من الموضوع؟ فكري في حالك. بالعكس المطلقة ما فيها عيب، المطلقة شجاعة. أوكي إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، ولكن أحيانا يكون الطلاق هو حل مفصلي لبعض المسائل التي تتعرض لها المرأة، من ناحية الإهانة، من ناحية الخيانة، من ناحية الكذب، من ناحية قلة الاهتمام. يعني يتواصلون معاي كثير بنات، أوكي عندها الفلوس وعندها الماديات وزوجها يصرف عليها، بس تروح يعني مو تخونه، لا ما أقول خيانة، ولكن الظروف فرضت عليها أنها تروح تشوف أحد غيره. يوجد بعض الناس ربما ما توافقني في الموضوع، بس أنتم تعرفون يعني في داخل نفسكم تعرفون أن المرأة بحاجة إلى الاهتمام. أحيانا تلاقي رجل يعني مو ميسور الحال، ولكن يكون مهتم فيك، ورغم أنه مو زوجك يعني يكون صديق لك أو حتى صديق مقرب، يعني بقطع النظر لا تحط النوايا السيئة، يقدر أنه يكون صديقك فقط. ف يعني تجدين معاه الاهتمام والحب، وزوجك لا. ليش؟ لأنه الزوج يعني في نوع من الفقدان للنقاش، يعني يكون شخص متهرب عصبي ما يفهم ما يتكلم ما يحس ما يشعر، فالمرأة يعني تلقائيا تروح تبحث عن رجل غيره بقطع النظر عن الاحترام والتربية والأخلاق وإلى آخره. نحن نتحدث عن الأمور الواقعية الموجودة في مجتمعاتنا العربية. مجتمعاتنا العربية المرأة في حاجة للحب، إذا فقدت الحب تصير تبحث عن غيره. يعني نحب أو نكره، هذا الواقع. أوكي أنا أحكي عن الواقع، أنا ما أحكي عن أمور شخصية،
انا الحمد لله اموري تمام، زوجي يحبني وانا احبه. ما احكي عن امور شخصيه، انا احكي عن الواقع. في البعض منكم ربما ما مش راح يوافقني الراي، انا لا احرض الناس انها تروح تخون، لكني احكي عن الاشياء الصحيحه. خلينا نشوف. انا احب دائما انه اقرا واناقش وانصح، وهذا الناس تحبه فيا، يعني انه انا اناقش وانصح. شريك حياتك المستقبلي انت على تواصل معاه، شايفه انه هذا الرجل يعني مواصفاته انت اصلا تعرفيها. هذا الرجل هو انسان يعني يقربك في العمر، يقربك في كل شيء، هو شخص من ماضيك الحلو، وشخص يذكرك ب مثل ما نقولوا احنا المحبه والصدق. اذا ما في الان راح يرجع يتواصل معك، وانتم اصلا راح يكون اللقاء وعوده الحياه العاطفيه مع هذا الرجل، وبدء العلاقه علاقه الحب الغراميه، وراح تكون يعني عن طريق التليفون. ما ادري ربما انت راح تحملي تطبيق، وثم يا سبحان الله يرجع الكونتاكت والتواصل مع بعض. بس وين المشكله؟ راح يكون عارض الاهل تقريبا. هذا الرجل الكبير في السن هو أبوك، مش رح يقبل موضوع الزواج، لكن أو ربما أنه يعني هذا الرجل أبوه مش رح يوافق على موضوع الارتباط معك أنت، لأنك أنت مطلقة ولك أطفال، لكن رح يكون في زواج. أنا شايفة أنك رح تأخذين قرار مصيري بخصوص الطلاق إذا لسه ما أخذتي، أما إذا أخذتي فأقول لك ما في مشكلة، لا تتأسفي على الماضي إذا كان ماضي غير جيد، وأنا شايفة أنه راح يكون في ارتباط بحول الله. خلينا نشوف الأمور أكثر، متى الارتباط راح يكون؟ أوكي، أنت الآن في دوامة مش فاهمة حالك، تقولين ياسمين أنا أخاف، أنا أخاف، أخاف من نظرة المجتمع، أخاف من رفض العائلة، أخاف من رفض عائلتي، أخاف أخاف أخاف. لا، أنت الآن حزينة، شوفي، أنت لسه طالعة من ارتباط، لسه طالعة من زواج فاشل أو من تجربة عاطفية فاشلة، لكن شوفي هاي كارت ما شاء الله، كارت الطاقة الحلوة، كارت الأمل بعد الألم. أنت إنسانة تألمتي، وحتى لو عندك أطفال وين المشكلة؟ لست الأولى والأخيرة التي تطلقتي. على العموم هنا برامس، هذا الرجل وعدك أنه لن يتخلى عنك، وأنه سوف يكون شخص جيد معك، يعني في كل الأحوال هذا الرجل راح يوعدك أنه لن يتخلى عنك مثل المرة السابقة، وراح يتحدى عائلته أنه يجي ويتزوجك. أوكي، اتركي له فترة من الوقت أنه يفكر، لكنه هو نواياه صادقة وجادة في الارتباط، وشايفة أنه أنت أصلا يعني عم تحبي هذا الرجل، وهذا الرجل يحبك. في كل الأحوال راح يكون في بينكم علاقة حب جميلة، وأصلا راح يكون في بينكم أطفال. هذا القلب دليل على أنه هذا الرجل صادق معك ويحبك، طاقات كلها حلوة، فرح يكون عندك سفرة أصلا، يعني حتى أنه رح تسافري، رح تبتعدي عن أهلك شوي. بصراحة أنا شايفة أنك رح تبتعدي، أو رح تأخذي رح تروحي ربما لمدينة أخرى، محافظة أخرى، أو تنتقلي من البلد، تروحي مع هذا الرجل إلى المكان اللي هو متواجد فيه. وشايفة أنه كويس جدا، يعني كمواصفات شريكك المستقبلي ما أقدر أنه أحكي لك على مواصفاته، لأنه هو الآن موجود عندك في حياتك. هذا شخص من ماضيكي راح يتقدم لك، هذا الرجل من ماضيكي، وانت بحول الله بحول الله بحول الله ما يمر عليكم 7 أشهر او شهر 7 الا وتكوني متزوجة من هذا الرجل، او حتى 7 أسابيع، تيقني من ذلك جيدا. انا لا اقول هذا الكلام مزح، انا والحمد لله اموري كلها واثقة من حالي، واثقة من كلامي، كل شيء راح يكون تمام. لا تندمي على اي علاقة مررتي بها، انت اوكي مطلقة، وين المشكل؟ ما في عيب، يعني الله يسهل امورك. انت راح يصير عندك حمل من هذا الرجل اللي انت عم تحبيه، وهو علاقة من ماضيك، وهو صادق معك، ما يلف ويدور ويلعب مثل ما انت عم تخافي، مثل كل المرات الفارطة. تقريبا انت اللي تركتيه، مو هو اللي تركك المره الفارطه، نظرا لانه في عارض من الاهل الى اخره. لكن لا تقلقي، ان شاء الله خير، راح تفرحي قريبا بحول الله في غضون ال7 أوقات القادمه، مشهر 7 او بعد 7 أسابيع او بعد 7 أشهر على اقصى حال. طبعا كانت هاي هي قراءه ال شو اسمها هاي التشوكلت، الريد تشوكلت، وراح انتقل الى القراءة المواليه. طبعا اذا اعجبتك هاي القراءة لا تنسي انك تضغطي على زر سبسكرايب ليصلك كل جديد، وتفعلي جرس القناة ليصلك وتحظي بقراءة مجانية من قناتي. ويلا اوكي، انتقل الى القراءة الجرين كالور هذا، وراح نشوف ان شاء الله. اكلت كل التشوكلت، انا اكلت كلها كلها، يعني احكي لكم. خلينا نشوف حالك وأحوالك وكل اللي في بالك، نشوف
الأمور، نشوف الأحوال. ما شاء الله زواج، ورقة زواج، هاي ورقة زواج، خلينا ما شاء الله، وهي أربعة مفتوحة. يلا خلينا نشوف. وهذا قلب، يا الله يا سبحان الله. بس هنا عندك مشكلة. طيب خلينا نوزع الكروت ونفهم الأمور وإن شاء الله خير، لأنه هيك مش فاهمة أنا إلا ما أوزع كل القراءة يعني. أوكي خلينا نشوف. عنوان الفيديو طبعا للتذكير هو: ما هو القادم في طريقي للعزاب والمنفصلات والمطلقات. طبعا أنا شايفة أنه الأمور إن شاء الله خير يعني على العموم. أوكي، أول شيء اللي اختارت هاي القراءة اللي هي green color، أنا شايفة أنه أنت أوكي عندك هنا الارتباط، بس عندك طاقة. يعني شو اللي مانعك أنت من عدم الارتباط؟ عندك تعطيل هنا. لكل من اختارت هاي القراءة أنا شايفة أنه عندك تعطيل، هو اللي مخليكي ما تقدري تتزوجي وما تقدري تفرحي. أنا شايفة تقريبا هاي قراءة خاصة بالعازبات، بس أنا راح أكتب في صندوق الوصف وفي أول التعليق راح أكتب القراءة الأولى، لأنه بصراحة يعني بانت لي هاي القراءة الأولى قراءة كلها عن المطلقات، أما هاي بانت لي إنها قراءة عن العزاب. فحبيت أخبرك شغلة بصراحة يعني عشان أكون صريحة معك، أنا شايفة إنه عندك تعطيل في حياتك وأمورك العامة، وخصوصي أمورك العاطفية والعملية، يعني أمورك المالية والعاطفية. شايفة إنه عندك إما تأخير في الارتباط والزواج، أو إنك أنت أوكي جميلة وحلوة وما شاء الله وبسم الله ما شاء الله عليكي، إنسانة طموحة، إنسانة تحب الخير للناس. بس وين المشكلة؟ على قدر ما عندك الطاقة الحلوة الإيجابية، على قدر ما أمورك متعطلة، على قدر ما تقولي إنه خلص رح إجي وإفرح، هاي الأربعة المفتوحة إجي وإفرح، وقراءة الأربع قلوب يلا خلص يا أمي أنا الآن عندي ارتباط وكذا وأموري رح تفتح، يا سبحان الله يصير العكس، لدرجة انك انت اصبحتي تلومي حالك، يا الله ليش هذا الحظ التعيس اللي علي؟ لا حظك مو تعيس، هذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. انا شايفة انك بحول الله يعني، شوفي صحيح عشان احكي شوي في الماضي، شايفة انه تقريبا كل علاقاتك باءت بالفشل، يعني كل ما تجي تقولي انه ياسمين انا كل ما اجي اقول انه هذا الرجل رح يجي ويتقدمني يتركني ويروح. شايفة انه عندك اثنين أشخاص في حياتك، واحد كبير في السن واحد أصغر في السن، يعني أصغر من الشخص اللي تعرفيه الكبير. شايفة أنه أنت الآن تقريبا أوكي عندك عروض زواج، بس كلهم ما يجوا أنهم يتزوجوا، ما يتقدموا برسمي، يعني أوكي أنا رح أجي وأتقدم وأنا جات في الارتباط ومدري إيش ومدري إيش، ثم يجي ويروح. يعني لدرجة أنك أصبحت تشكي في حالك، تقولي أنه أنا علي طاقة سحر غريبة. أنت بصراحة عليك طاقة سحر، عليك طاقة سلبية، طاقة السحر وطاقة التعطيل. يعني كل العروض اللي عندك ليست ما شايفتها أنها صح، يعني صح وجادة وكذا. وحتى العروض يعني كأنك تقولين أنا مو هذا، أوكي يعني أنا مغصوبة علي أنه أتزوج لأنه العمر لا يسمح أو أنه العمر عم يمر، لكن في نفس الوقت تقولين أنه هذا مو مناسب لي وهذا مو ملائم لي وهذا مو ملائم لي. يعني كل أحد عليه عيوب، ربما أنت تشوفيها عيوب يعني ما تمشي مع طبعك، ما تقدري انك تصلحي في عيوبها. مثلا تلاقي شخص غني ولكن شحيح، تلاقي رجل حلو وكويس وغني وكذا بس مو جميل. يعني كأنك عم تخلق عيوب وفي نفس الوقت عليك طاقة سحر، يعني هنا عليك تعطيل. أنا دايما شرحت حتى في الفيديو السابق أنه بالنسبة للي شاكة في نفسها أنها عندها تعطيل وأمورها مو متيسرة، يعني أو حتى ما عندك طاقة سحر، الإنسان كويس إنه يحسن حاله، تقدري إنك تتواصلين معاي. طبعا أنا شرحت في الفيديو السابق إنه بالنسبة لموضوع العمل، يعني بالنسبة لحجز القراءات تكون ثلاث قراءات باليوم، يعني في شهر رمضان بالليل فقط ثلاث قراءات على أقصى حد. أما بالنسبة للأعمال الروحانية فجلب الحبيب بعد شهر رمضان، ما اشتغل جلب الحبيب الآن، فقط اشتغل على تسيير الأمور وفك العكوسات وفك النحس والتعطيلات والأشياء السلبية اللي عليكي، يعني كل طاقات السحر والعين والحسد والعكوسات اللي عليكي، وتسيير أمور المطلقة ورد المطلقة لزوجها في شهر رمضان
وفك العكوسات طبعا والتحصين الدائم، يعني كل أعمال اللي تكون فيها تحصينات وتسيير وزواج البائر، ولا يعني ما أقول بائر أنا وعارس وما أدري إيش، أنا ما أحب هاي المصطلحات، هذا نصيب من عند الله. يعني وين المشكلة؟ هي سوى تأخر نصيبها، فيمكن هي يكون ما تزوجت، يعني هي تتزوج متأخر بس نصيبها يكون حلو جميل جدا، أحسن من اللي تتزوج بعمر 16 سنة. طبعا ما في مقياس لأي أمور، يعني كل الأمور ما فيها غوبير، يعني ما فيها مقياس، أوكي؟ يعني نخلي الأمور مطلقة، فحتى لو تأخر نصيبك بالعكس إن شاء الله راح يعطيك الله أضعاف صبرك، أنت إنسانة طيبة وتستحقين كل الخير، كما إنك هنا إما تبحثين عن عمل أو تبحثين عن شيء ما. يعني أنا شايفة إنك تبحثين عن عمل، أو يعني أمورك المالية شوي متدهوية صراحة. كما إنه بالنسبة للأمور المواصفات شريكك المستقبلي، أنا شايفة إنه راح يكون خطوبة، راح يكون أول شيء دخولك في علاقة عاطفية بعد 4 أوقات، أي بعد 4 أسابيع، يعني بعد شهر أو بعد 4 أيام أو شهر هذا الرابع أو بعد 4 أشهر على أقصى حد، أوكي؟ من يوم ما شاهدت الفيديو على أقصى حد راح يكون في عندك دخول في علاقة عاطفية بعد 4 أوقات. وشايفة إنه هذا الرجل كمواصفات شريكك المستقبلية، أول شيء ليس مطلق وليس متزوج ولا يسبق له ابدا الزواج، انا شايفه انه انسان يعني اعزب، راح تتعرفي على شخص اعزب. طيب وين راح تتعرفي عليه؟ انا شايفه انك راح تتعرفي عليه عن طريق النت، هذا الرجل راح تتعرفي عليه عن طريق النت، وهو رجل ملائم لك وجيد جدا، وانسان محب للسفر، رياضي حلو مفتول العضلات، فاتن جميل، لبق في الكلام، حتى انك ربما راح تظنيه انه هو فيك، يعني البروفيل تبعه فيك، يعني مو صحيح، ربما الانستغرام او السناب، بس انت راح تدخلي في علاقة حب. شوفي كيف انا راح فرجيكي، انت راح تدخلي في علاقة حب مع هذا الرجل وراح يعجب بك، وراح يصير في عندكم مقابلات مرة واثنين وثلاثة، يعني بعد 4 أوقات من لما تتعرفي عليه راح يكون في مقابلة اثنين ثلاثة، ثم يجي لعندكم في بيت أهلك، أوكي؟ يجي لعندكم في بيت أهلك، لكن شرط إنك أنت تسوي تحصينات. لأنه ليش؟ لأنه يا خوفي عليكي لما إذا ما تسوي تحصين شو يصير؟ يجي يتقدم لك هذا الرجل ثم يروح، الأمور مرتبطة ببعضها. فهنا شايفة إنك أنت رح يكون في عندك ورقة زواج، لكن سنة 2020 ليست سنة زواجك بل سنة خطوبتك من هذا الرجل. بحول الله بحول الله، أنا شايفة إنه عندك ورقة ارتباط مع هذا الرجل اللي راح تتعرفي عليه عن طريق الصدفة، عن طريق النت، راح تتعرفي عليه في طرفة غريبة، ربما عن طريق كومنت، عن طريق صورة، عن طريق تعليق انت بسويتيه، عن طريق لايك، يعني في شيء راح يصير ما بينكم، راح تكون الصدفة خير من ألف ميعاد، راح يكون في عندكم صدفة حلوة جدا وراح تلتقي في هذا الرجل فيها. مواصفاته كما شرحنا، وطبعا أنا شايفته يعني هو ما في فوارق، مش راح يكون في عندكم فوارق، لكن هو مقيم في بلد ثاني، يعني مثلا إذا كان هو جزائري مقيم في فرنسا، إذا كان مغربي مقيم في إيطاليا، إذا كان تونسي مقيم في ألمانيا، يعني هكذا، أوكي؟ يعني ما بدون ما أعمم، إذا كان مثلا إماراتي مقيم في أمريكا، شايفة إنه هيك يعني في شيء من هذا، شايفة إنه هذا رجل يعني مقيم في دولة أخرى. وعلى فكرة كريم 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 لأقصى حد، والله العظيم راح تغرقي غرق بالهدايا، راح تشوفي، افتكري كلامي جيدا، يعني راح تغرقي غرق بالهدايا. شوفي كيف هذا، يعني انه هذا رجل كريم جدا، عنده فلوس وايد، عنده فلوس وكاريزما، وانسان يشتغل، شو وظيفته؟ يشتغل عمل حر، عنده شركة مؤسسة، او يشتغل يعني مع زملاء، يعني مفيد انه عنده شركة ولكن بالشراكة مع أحد، إما بالشراكة مع عائلته، إما بالشراكة يعني مع عنده فرع أو عنده شركة بسيطة، المفيد إنه إنسان مستقل وحر،
وانت هذا اللي تبيه صراحة. انت اصلا اما عندك ميولات انك تتزوجي رجل عربي ولكن له مونتاليتي، يعني المونتاليتي نتاعو او العقلية تبعه تكون غربية شوية، فراح تحظي وراح يكون عندك الحظ الوفير مع هذا الرجل. شرط انك تسوي البلوك اللي حاصل في امورك، انك تحاولي انك تفكي هذا التعطيل الموجود وترجع تفتح عليك الأبواب الموصدة بحول الله. افتكري كلامي، إن شاء الله راح تبشريني بكل خير. تكتبي لي ياسمين أنا من يوم ما سمعت الفيديو وأنا مواصفات هذا الرجل على بالي. اكتبي أنت، ضعي تعليقك، يعني طبعا سوي لايك، ضعي تعليق وقولي أنه أنا إن شاء الله يا رب أنا شفت هذا الفيديو بتاريخ مثلا كذا كذا كذا، و أنا أتمنى أنه أرجع لهذا التعليق وأكون بحول الله متزوجة أو مرتبطة أو مخطوبة. في كل الأحوال عندي وبشريني برسالة، أوكي؟ لأن يعني هذا هو المطلوب، أنا رسالة منك كبشارة فقط. فخلينا نشوف كروت النصيحة، شو راح تخبري كروت النصيحة. كروت النصيحة لحواء بنت حواء، الله يسعد قلبها ويسر أمرها ويفك عقدها ويجعلها يعني من العرايس والعروسات الحلوات. شوفي الهدايا، شوفي شوفي الهدايا، شوفي شوفي الهدايا، أم الهدايا راح تجيكي، هدايا قيمة. شوفي هدايا، يعني الهدايا محلقة في السماء، يعني هنا كيف راح تجيكي هدايا من هذا الرجل، طبعا اللي هو يسكن في بلد ثاني. انت هنا عندك هاي طاقة السحر، يعني موجود عندك سحر، هنا تعطيل، وانت هنا حزينة من سوء حظك ومن قلة اختياراتك، يعني ربما الاختيارات غير متوفرة، انت مش عارفة شو تختاري، لكنك تقولين انا لسه ما وجدت توأم الروح. اوكي ياسمين، عندي ناس في حياتي بس ما عندي اشخاص ملائمين، ولكن راح تشرق لك الشمس وبعد النور، بعد الظلمات عفوا، وراح يفتح لك الحظ أبوابه. أنت مرأة جميلة جدا، يعني مثل الطير الطاووس اللي يكون مغرور ومتباهي بحاله. شوفي يعني أنت من جهة تقولين صحيح أني أعاني الوحدة، ولكنني ما أبي أنه أدخل في علاقة متعبة وعلاقة ما تتناسب معاي، هذا الرجل ما يكون مناسب معاي. فعندك حق، أوكي، برافو عليكي، برافو عليكي. شوفي راح تمر بهاي المرحلة وتنتهي بحول الله، وراح تشرق لك الشمس كما قلنا بعد قال، وراح تكون الأمور مرة حلوة. فإن شاء الله خير، أنا متفائلة بهاي القراءة، أنا عجبتني، إن شاء الله خير، الله يسعد قلبك، يسر أمرك، يفك العقد الموجودة عندك. والله راح أكل الشوكولات، خلاص 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 خلاص. يعني انتم هنا البارحة أكلت الشوكولات اليلو، وهلا أكلت هلا اكلت الشوكليت الجرين، يعني خلاص انا فرحانه فيكم كثير، فرحانه بهاي القراءات الحلوه، فانا متفائله فيكم خيرا، متفائله بقراءتكم خيرا. فما تنسوا انكم تدعموني بتعليق وبلايك وانك تشترك في القناه، وشكرا لكم واحبكم و فقط يعني يكفي من واو واو، انا لا اصبحت لا استطيع ان اعرف احكي. على العموم يلا راح اختم هذا الفيديو باغنيه لكم، اللي اختاروا السحب الاول والثاني سواء كنت مطلقه او غير مطلقه. صرح عدى على بابك ياخذك للي تغنى بك، قلبك يرخص الدنيا الفراق وما يساويك بشر، والزهر واقف على دروبك انعكس لونه على ثوبك، احسن اجمل عروس حول الله. قلبك
محبوبك يا غنى تروح محبوبك وعمره. يلا راح تكوني اجمل عروسه ان شاء الله، يسعد لك قلبي، يسعد لك قلبك يا رب. شكرا لكم والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا ختامها مسك باغنيه ملكوك واكتبوا كتابك، فالله يسعدك يا رب، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات قادمة.